قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، مع التفسير تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. جزاكم الله خير. هنا يقول الله جل وعلا مخاطبا أهل مكة وأنهم عبدوا من دون الله ما لم ينزل به عليهم سلطانا، وأنكر عليهم الله جل وعلا ولم يعجل لهم العذاب، بل أمهلهم للرجوع والفيئة وسرعة التوبة والأوبة لربهم جل في علاه، لكنهم لم يسمعوا وما انقادوا، وأيضا تكبروا وتجبروا، وحتى أنهم يعني أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، واتفقت كلمتهم على ذلك لولا أن الله جل في علاه نصر نبيه صلى الله عليه وسلم وهاجر المدينة وأسس الدولة الإسلامية ونشر الدين. قال: يعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. قال الله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا، قل أفأنبئكم بشر من ذلكم، النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، وإذا تتلى عليهم آياتنا في القرآن الكريم، وأن الله جل في علاه قال الله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، والآيات البينات في كتاب الله جل في علاه، والمعنى أن القرآن يتلى عليهم فيه الترغيب وفيه الترهيب وفيه الكلام عن ربوبية الله جل في علاه وعن استحقاق الله للإلهية وأن يفرض بالعبادة، ودعاهم جميعا إلى ذلك وبين لهم وضرب لهم الأمثال، وأيضا الآيات المتلوة أو الآيات المرئية، فإن الله جل في علاه قد بين ذلك جليا لهؤلاء الناس، لكنهم سبحان ربي العظيم يعني كان فيهم الطغيان وفيهم الكبر وفيهم أيضا الغطرسة، أرادوا الكفرة وأرادوا الرئاسة وأرادوا السلطان، وقد كانوا يصلون إلى ذلك إن أمنوا وانقادوا واستسلموا لربهم جل في علاه، لكن ما تراهم إلا بغاة إلا طغاة، وهم يتجبرون ويتكبرون. قال الله جل في علاه: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، وهذه الآيات بينات فيها دلالة واضحة جدا على أن هذه الآيات واضحات جليات بينات، فيها ما فيها من الحجة
على فيها ما فيها من الحجة على هؤلاء الكفار أصحاب الطغيان والجبابرة، ومع ذلك فإن الله جل في علاه قد مهد لهم وأمهل لهم وأرسل عليهم الرسل وبعث عليهم بالآيات المعجزة حتى يؤمنوا، ولكنهم أرادوا عدم الإيمان وأرادوا الجحود والنكران، فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر، فإن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على مسألة عقدية مهمة، ما هي؟ قال: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف وجوه الذين كفروا المنكر. هذه قد تكون يعني لطرفين متناقضين، هذه مسألة عقدية مهمة، ما هي؟ ما شاء الله. طيب كيف ذلك؟ ممتاز يا جهاد، ممتاز ممتاز، نعم هو الكلام عذر جهل، ممتاز يا عبد الله. بوركت يا عبد الله الشافعي، ما استيقظت الآن أنت. طيب كيف ذلك؟ المفروض يقال لي كيف ذلك؟ ممتاز، وسألك أيضا أتى بها العذر بجهل، ممتاز ممتازين ممتازين، لكن التوضيح من الأهمية بمكان. تاج البقال قال القرآن كلام الله، نعم هذا صحيح، هذا صحيح آياتنا، وهنا قد أضيفت إلى الله جل وعلا، والإضافة هنا إضافة صفة للموصوف، ممتاز ساعة الله. نعم هو طبعا أجل شيء في قول آيات بينات في مسألة العذر والجهل، الذين يقولون بعدم العذر والجهل يستدلون بهذه الآية، والذين يقولون بعدم العذر والجهل يستدلون بهذه الآية، يبقى الطرفان يستدلان بهذه الآية، الذين يقولون بالعذر والجهل يستدلون بهذه الآية، والذين يقولون بعدم العذر والجهل يستدلون بهذه الآية، والسؤال لكم كيف ذلك؟ طيب الذين يستدلون بأن هذه الآية يعني ليست دليل لمن يقول بعدم العذر بالجهل، يقولون الآيات نفسها بينات لا تحتاج لبيان، الآيات نفسها بينات لا تحتاج لبيان، يبقى إذن المسألة متوقفة هنا على بلوغ الآيات لا على تبيين الآيات، لقول الله جل في علاه لأنذركم به ومن بلغ، ومن بلغ، قالوا يبقى إذن هي بينات، هي وحدها بينات، إذن لا نحتاج إلى تبيين، فبلوغ الآية فقط تكون الحجة قد أقيمت. هذا وجهة نظر من يقول بعدم العذر والجهل، الذين يقولون بالعذر والجهل يقولون عندما قال الله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، هذه فيها دلالة أن هناك آيات ليست بينات، والبيان فيها على النبي الأمين لقوله وأنزلنا لك الذكر لتبين الناس ما نزل إليهم، فيحتاجون إلى البيان، فإذا إقامة حجة هذا الشبهة لا تكون إلا بالبيان، فكانت حجة لمن قال بالعذر بالجهل، وهي لمن قال بالعذر بالجهل أقرب منها لمن لم يقل بالعذر بالجهل، هذا 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 من الأهمية بمكان. لذلك قلنا بأنه لا بد من التوضيح والبيان لقول الله جل وعلا وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وهنا الإمعان في إقامة الحجة على هؤلاء، لأن النبي بلغ وبين، ولسان الحال يبين ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بلغهم وبين لهم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف وجوه الذين كفروا المنكر، بعدما استبانت الحقائق وعلموا بأن الله جل وعلا هو الحق، وأنه هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، قال وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، فتراهم يعني تمعرت وجوههم، تغيرت وجوههم، لأنهم كما قلت لا يقبلون آيات الله جل في علاه، لا يقبلون آيات الله جل في علاه، وتراهم يعاندون وهم طغاة بغاة، وعندما تتلى عليهم الآيات ويعلمون بأنها الحق يجحدون بها، كما قال الله جل في علاه عن فرعون عن الأمم السابقة وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، ولذلك قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قال بأبي هو وأمي قال قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، قد أتتهم الآيات ظاهرة جلية ومع ذلك لم يؤمنوا بها ولم يقروا بها ولم يتعبدوا الله جل وعلا بهذه الآيات وما صرعوا فيها الإسلام، بل عانادوا وجحدوا وقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا، وهذا لا مفهوم، لأن هذه الآيات الواضحات إذا تليت وذكرت
للذين آمنوا وجلت قلوبهم، كما قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات. قال الله جل وعلا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. أما الذين كفروا فترى منهم المنكر في وجوههم يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، وأنت هذه علامة من العلامات لتعلم المنافق وتعلم أيضا الكافر والفاسق. فأنت ما أن تتلو عليهم آيات الله جل في علاه ففي ردة الفعل عنهم تعرف كيف هم يعادون الله جل في علاه ويعادون رسوله ويعادون هذا الدين الأغر. قال وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم. قال يكادون، وهذا للمقاربة، يكادون يسطون يبطشون، وهذه دلالة أنهم جبابرة بأنهم يأتون إلى أهل الدين فيعني يجابهونهم يقتلونهم يخوفونهم، هكذا كان أهل الكفر يفعلون مع أهل الإسلام، يكادون يسطون يبطشون ويوقعون بمن يتلو عليهم آياتنا. ابن مسعود رضي الله عنه يعني كان يتراجع مرة ويقرأ مرة، ففي ذات مرة قام فقرأ القرآن في صحن الكعبة فما تركوه ضربا وما برحوه إلا ساقطا على الأرض كأنه ميتا. الغرض المقصود بأنهم ما تركوا أحدا يتلو هذه الآيات، هم الذين قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه نعم لعلكم تغلبون. قال يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم. قل أفأنبئكم، قل يا محمد لهؤلاء أهل مكة الذين قد تجبروا وتكبروا وكان الطغيان علمهم وشعارهم، قل أفأنبئكم يا محمد قل لهم ذلك، أفأنبئكم بشر من ذلكم، أنتم الآن تسطون تبطشون بأهل الإسلام تعذبون أهل الإسلام تقيدون الدعوة تريدون وقت الدعوة الإسلامية، أفأنبئكم بشر من ذلكم أي بأشد عليكم وأكره إليكم من سماع القرآن النار وعدها الله الذين كفروا. أشر من هذا أنتم الآن يعني تضيق صدوركم وتنغرق قلوبكم عندما تسمعون القرآن، ففي يوم القيامة ما في حجة وما في بيان وما في بلاغ، قد انتهى الأمر عند الملك الديان، النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. النار وعدها الله الذين كفروا، والله في علاه إذا قال صدق وإذا وعد وفى وأوفى. وقيد النار من أهلها، قال النار وعدها الذين كفروا وبئس المصير، فبئس المصير وبئس المثوى خالدين فيها أبدا، لا كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيام ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. قال فأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الذين كفروا، النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير، وهذا وعيد الله جل وعلا والله يوفيه. نعم، وهذا من باب الإرعاد والتخويف والإرهاب لهم حتى يفيئوا إلى ربهم جل في علاه، لكن أن لهم ذلك وإن كان الله يريد أن يغيهم فمن ينفعهم من كان الله عليه فمن معهم. ثم النداء يا أيها الناس، ويا أيها الناس فيها لفتة من الأهمية بمكان، والكلام هنا على الشرك، فعجيب أنه قال يا أيها الناس. نعم، ما اللفتة البيانية البلاغية في قولي يا أيها الناس؟ لما قال يا أيها الناس؟ ويقول أخونا الفاضل من سادات الناس أستاذ أمجد صاحب القرآن عالمية الرسالة ممتاز، أخطار الناس كافة مسلم وكافرهم تثبيت المسلم حجة على الكافر، هذا كلام جيد. هل الكفار مخاطبون بالشريعة أم لا؟ هذه مسألة فقهية يقال فيها العموم فأشمل البر والفاجر. نعم هذا صحيح، والسؤال لما عموم الخطاب؟ نعم يا أيها الناس عموم الخطاب، البيانية هنا البلاغية في هذا الباب يا أيها الناس فيها دلالة واضحة جدا على تبشيع الشرك وضرب المثل فيه ليحذر المؤمنون من الوقوع فيه ويرجع الكافرون عن الشرك الذي هم فيه. هذه لمحة اللفتة البيانية لعموم الخطاب في هذا الباب، أولا يحمد أن يحمد أهل الإيمان ربهم جل في علاه على هذا الفضل، قل بفضله ورحمته فبذلك فليفرح، هو الإسلام والإيمان والتوحيد، ويعلم بشاعة الكفر
والشرك فينأى بنفسه عنه، وأيضا ليرجع أهل الكفر عن كفرهم وشركهم بالله جل في علاه، فإن المستحق للعبادة وحده لا شريك له هو الواحد الديان سبحانه جل في علاه. قال الله تعالى: يا أيها الناس، عموما يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، يعني ضرب لي مثل، وهنا المتكلم هو الله جل في علاه، ضرب لي مثل يعني جعلوا لي أندادا وجعلوا لي شركاء، والله هو الواحد الأحد جل في علاه. لما جمع الله تعالى رجل في صلب أبيه وقال: أرأيت لو كان لك ما في السماوات والأرض ذهبا أو فضة أكنت مفتديا به من هذا العذاب؟ أتى برجل أهل النار، فقال: اللهم نعم. قال: طلبت منك ما هو أهون من ذلك أن تفصل بأبيك، طلبت منك أن تعبدني أن تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. لذلك قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عمل أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فكان أو قال من أظلم الظلم وأقبح الذنب أنهم ضربوا لي مثلا. وقد قال الله تعالى في علاه: فهل تعلم له سميا؟ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لذلك قال الله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وقال الله تعالى: قل لو كان الرحمن ولد فأنا أول العابدين. وقال الله جل في علاه: قال الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقال الله جل في علاه: وما تنزل إلا بأمر رب. قال في آخر الآيات: هل تعلم له سميا؟ سبحانه حاشاه هو الواحد الأحد. قال: أيها الناس، الأمر جلل، الخطب جلل، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. إن الذين تدعون من دون الله كالأصنام والأخشاب وما يعبدون من دون الله، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. فأهل مكة جعلوا الأصنام شركاء لله جل في علاه، فضرب الله المثل وقال: اسمعوا وعوا هذه الأمثال. إن الذين تدعون يعني تعبدون، وهنا الدعاء بمعنى العبادة، وقد جاء الحديث الدعاء والعبادة. إن الذين تدعون من دون الله يعني تعبدون من دون الله جل في علاه، من الأصنام التي اخترعتموها وقد عبدتموه من دون الله جل في علاه. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، لا يستطيعون إلى ذلك سبيلا. ولذلك أنت ترى بأن الله جل في علاه ضرب المثل بالذباب لكثرته ولهوانه وأيضا لقبحه، كما أن الشرك من أقبح ما يكون، الشرك هو أقبح ما يكون من ذنب يقع فيه الإنسان. لا يخلقوا ذبابا ولا اجتمعوا له، جميعا هذه الأصنام لا يستطيعون أن يخلقوا ذبابا، وهو أهون ما يكون، هم يستطيعون لذلك سبيلا، وهي دلالة على نقصهم وعجزهم، والنقص الذي فيه النقص والعجز لا يكون ربا بحال من الأحوال. قال: لا يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، يعني هذه الأصنام ولو اجتمعوا لخلق الذباب لا يستطيعون. خذ أهون من ذلك، هذا ترقي، يعني لا يستطيعون خلق هذا الذباب، وإن اجتمعوا جميعا ولو سلبهم الذباب شيئا لا يستطيعون أن يستنقذوه منه، لا يستطيعون إلى ذلك سبيلا. وإن يسلبهم يعني الذباب، وإن يسلبهم، وقيل الأصنام كما قال ابن عباس: كانوا يطلون أصنامهم بالزعفران فيجف فيأتي الذباب فيختلسه. قال ابن جريج: كانوا إذا طيبوا أصنامهم عجنوا طيبهم بشيء من الحلوى كالعسل ونحو، فيقع عليها الذباب فيسلبها إياه، فلا تستطيع هذه الآلهة المزعومة الباطلة من عبدها ولا من عبدها أن يمنعوا الذباب على ما يفعل، ما يستطيعون مسك الذباب ولا قتل الذباب. وقيل بل أهوى من ذلك، هذه الأصنام التي عبدوها من دون الله جل في علاه كانوا يصنعون لها طعاما، فيضعونها أمام آلهتهم المزعومة الباطلة، فيأتي الذباب فيقف عليها فلا يستطيعون إنقاذ الطعام منه بحال من الأحوال، كما قال تعالى: لا يستنقذوه منه. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا ولا اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. واختلف أهل التفسير من الطالب والمطلوب، يعني متى أولا لا يستطيعون بحال من الأحوال أن يستنقذوه من الذباب، كما أنهم لا يستطيعون خلق الذباب لا يستطيعون أيضا مجابهة الذباب، لا يستطيعون إلى ذلك سبيلا، وإن سلبهم شيئا لا يستطيعون إنقاذهم منه بحال من الأحوال. نعم. قال الله تعالى: لا يستنقذوه منه،
ضعف الطالب والمطلوب. من الطالب؟ قالوا الصنم. المطلوب الذباب. ضعف الطالب الأصنام، لا يملكون نفعا ولا ضرا ولا يملكون حياة وموتا ولا حياة، لا يملكون شيئا. الطالب الصنم والمطلوب الذباب، والذباب أيضا أهون خلق الله جل وعلا. وقيل الطالب الذباب يطلب ما يطلبه من الطيب ومن الطعام الذي على الصنم، والمطلوب الصنم يطلب الذباب منه سلبا ما عليه ما سلب منه، وهذا جاء عن ابن عباس. وقيل الطالب عبادة الصنم يطلب التقرب بعبادته، والمطلوب الصنم، هذا معنى قول الضحاك وهو قريب. فإذا قال الله تعالى ذما ضعف الطالب والمطلوب: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم ذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ضعف الطالب والمطلوب دلالة واضحة جدا على ضعف الطرفين وأنهما على نقص، فلا تكون ربوبية لناقص. الفوائد المستنبطة، الرد على أهل التأويل. الفوائد المستنبطة، الرد على أهل التأويل: بغض أهل الكفر للقرآن وسبب هو سبب هدايته. بغض أهل الكفر للقرآن هو سبب هدايته، لكن لم يأخذوا بالسبب. صحة القياس، لكن وأرجو من أين تنتزع هذه الفائدة؟ صحة القياس من موضعين من الآيات. ممتاز يا أستاذة، ممتاز، ماشي، ضرب المثل ممتاز. طب منتزع، إذا منتزع أيضا من موضع آخر: الكمال الربوبية ضرب مثل، نعم هذا نعم، وهناك موضع آخر أيضا ينتزع منه المثل، نعم يا زول، هناك موضع آخر. هنا لا غر ولا عجب إظهار ضعف حجة المخالف من أجل إظهار الحق، وهذا في قولي ضعف الطالب والمطلوب. هو ينتزع من مكان آخر في قولي أفأنا بكم بشر من ذلك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.